أهلا وسهلا بضيفتنا الليلي الفنانة هويدا. أهلا وسهلا بالصحافي الفنية. منرحب بالجمهور اللي بيشاركنا ضيوف السبت الليلي. تحية للفرقة الموسيقية ومساء الخير من القلب لمشاهدينا عبر الشاشة الصغيرة، شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال. ضيفتنا الليلي فنانة ربيت وعاشت ببيت مليء بالفن، الأب موسيقي، الأم فنانة ومطربة كبيرة، واليوم هي عم بتشق طريقة الخاص بالفن عبر المسرح الغنائي الاستعراضي. ضيفتنا الليلي الفنانة هويدا. هويدا أهلا وسهلا فيك كمان مرة بضيوف السبت، وأهلا بكل المشاهدين. أهلا وسهلا. أنا كتير مبسوطة يعني أنه نحن كلنا الليلة سهرانين سوا. ونحن أكثر. هويدا مطلق إنسان بيعيش بين أهله، بيتأثر بأمه وبيه وبياخد عنهم اشياء كثيره، بياخد الهوايه، بياخد الطبع، بياخد التقاليد، بياخد الاراء. فاذا تاثرت هويدا بامها وبيها، شو اخذت عن بيها الموسيقي انور منسي وشو اخذت عن امها الفنانه صباح؟ يعني انا الحقيقه ما بعرف، بيي ما عشت معه كثير، بس اكيد في اشياء اكيد يعني اخذتها منه، يعني هيك برنسانس يعني اكيد، بس ما بعرف شو هني. بس اكتشفت شغله هلا يعني عن جديد، انه كثير حبيت اتعلم موسيقى، وبلشت من شي سنه ونص تقريبا، وبفتكر انه انا ورثت هالشيء عنه هو، لانه بحبها بطريقه يعني كثير بحس فيها، وكثير ما بحب انه مثلا ما اروح، يعني لو عندي مثلا لازم اروح اخذ لسون او شيء هيك وما رحت، يعني بعت الهم كثير، وانا وقاعده كثير بحب انه ادرس واعرف اكثر وهيك شيء. وهيدا هلا الهوايه اللي عندي، هوايه كثير بحبها، بس ما بعرف قديش بدي اقعد ادرس فيها. بفتكر يعني كل دراسه ما بتخلص، ما لها نهايه. هيدا اللي اخذته هويدا عن الاب الموسيقي، لكن شو اخذت عن الام الفنانه؟ عن امي اكيد اخذت منها اكثر من بيي، يعني الاطباع ولا الشكل ولا من جميع النواحي، من جميع النواحي. بالنسبه لامي علمتني اشياء كثير، علمتني قديش كون جديه بالشيء اللي انا بدي اعمله واختاره، وعلمتني كيف الانسان لازم يكون بيعرف يحترم حاله، وعلمتني احسن شيء فيها حب الناس، وكيف الانسان يكون بمعاملته رقيق ويعطي قد ما بيقدر. يعني لو بدي اعدل لك كل الاشياء بفتكر يعني من الماما اخذتها يعني وتعلمتها منها، بفتكر بقدر يعني. صحيح شخصيتنا مختلفة عن بعض بكتير اشياء، بس اكيد يعني اخدي منها كمان كتير اشياء. عادة الفنان بضيوف السبت بيجي تيسأل وينسأل، كم سؤال محضرتنا هويدا الليلي وحول شو بتدور هالاسئلة؟ ثلاث اسئلة، ما بين فنية وشوي يمكن شخصية. نبدأ مع السؤال الاول. السؤال الاول، شو آخر عمل مسرحي عملته بلبنان؟ فإذا قبل ما نشوف هويدا مجموعة الأجوبة الخمسة على سؤالك الأول، بحب أذكر الجمهور الموجود معنا إنه يعين على الأوراق الموجودة بين إيديه رقم السؤال ورقم الجواب اللي بيعتبره صحيح. رح نشوف خمس أجوبة، أربعة منها خطأ وواحد صحيح. الجواب الأول على سؤالك هويدا منشوفه من الياس تنوري. أنا أكيد إنه آخر مسرحية شاركت فيها بلبنان هي مع الصبوحة أمي، شهر العسل بكازينو لبنان.
مظبوط، شهر العسل بكازينو لبنان. بدك تعرفي اكيد؟ اذا بدك تقليلي. لا ما فيني قلي، كمان شوي بقلك. كمان شوي. الجواب الثاني، فاذا ننتقل للجواب الثاني مع كارولين صادق. انا بفتكر انه لا كومبارسيتا مع انطوان غندور بشاتو تريانو. واضح الهيئه متاكده المدموزيل من جوابها هويدا. ما اي انسان بس يجاوب هو دايما بيفتكر انه حاله مؤكد انه هو الصحيح. يعني لكن بيتضح العكس فيما بعد. الجواب الثالث، ننتقل للجواب الثالث. الجواب الثالث منشوفه من جوزيف منصور. مع انطوان غندور مزبوط، لكن المسرحيه اسمها تانجو الارامل. تانجو الارامل مع انطوان غندور. انت ردي علي على السؤال. انا ما بعرف الجواب. معقوله يمكن. ننتقل للجواب اللي بعده، بتفضلي. ايه اكيد. الجواب اللي بعده منشوفه من صباح ضو. المسرحية اللي كانت آخر عمل إليك بلبنان بموسم الطرابيش مع جوزيف عزار. موسم الطرابيش مع جوزيف عزار. لا ما رح قلك. كمان لا. على كل حال بعد في جواب. خلي الجمهور هو يعرف. خلي هو يعرف. الجواب بعد الأخير بنسمعه من إلي سليني. أوش الأفراح هي آخر مسرحية اشتركت فيها بلبنان. أوش الأفراح. على كل حال شفنا خمس أجوبة على سؤالك هويدا، أكيد لازم يكون في من بيناتهم على القليل لنقول للجمهور إنه في جواب واحد صحيح. إيه في. في جواب واحد فيه. صحيح، فإذا لازم هن ينتبهوا لرقم السؤال ورقم الجواب إذا بحبوا يربحوا الهدية اللي مختارتها لإلنا ولإلهم الليلة هويدا. إن شاء الله يربحوا. هويدا شفنا الأجوبة على سؤالك. وطرحتي السؤال الأول، لكن بيتهيألي الجمهور محضر لك مجموعة أسئلة بيطرحها عليكي. إيه يلا. مستعدي؟ مستعد. ننتقل للسؤال الأول اللي بوجهه الجمهور لإلك من أمال جدعون. شو إلك مأخذ على أمك الست صباح وشو اللي ما بيعجبك فيها؟ شو يعني إلي مأخذ؟ يعني في إلك أي تعليق؟ أي تعليق أو أي اعتراض أو أي فكرة ما بتعجبك؟ بالنسبة للوالد. ايه تعليق واحد انه بفتكر كتير عم تشتغل كتير، يعني ما بترتاح او بتشوف مثلا حياتها الشخصية على قدر ما هي مخلصة لشغلها وبتشتغل اكتر من طاقة اي حدا، يعني ما بيسوى لإلها. وانا دايما إلا بس ما في فايدة. يمكن لأنه الفنان بيحب يعطي من قلبه، بجرب أنه ينسى همومه وينسى مشاكله الشخصية وينسى صحته بكثير من الأوقات. أكيد. هيدا هو المأخذ الوحيد اللي بتوجهه هويدا لصباح. إيه هيدا اللي متذكرته هلأ يعني. ننتقل للسؤال الثاني اللي بيوجهه الجمهور لإليك. أوكي. السؤال الثاني بيوجهه إلي مطر. تعتقدي لو ما تكوني بنت للست صباح كنت صرت فنانة؟ والله يا إلي، يعني هيدي الشغلة بترجع للقدر الإنسان أو هو شو بيقرر، يعني بيحب يكون. أوقات ناس كتير ما بيكونوا أولاد فنانين وما بيطلعوا فنانين، وأوقات دكاترة أولادهم بيطلعوا فنانين، يعني ما بعرف. يعني بنقدر نقول إنه كونك بنت الفنانة صباح، هل هالموضوع سهل لك طريقك بالفن؟ كونك موجودة بهيك مجال فني واسع؟ أكيد سهل لي طريق كتير، وكمان وصعب. كيف سهل وكيف صعب؟ سهلوا لأنه صرت مشهورة، انشهرت أكتر من أعمالي الفنية، وانشهرت قبل ما بلش اشتغل بالفن، ولأنه أمي فنانة كبيرة واسمها كبير، منشان هيك يعني سهل لي. وهي كمان بتساعدني كتير، بتساعدني، بتعرفي عندها معارف كتير، وبتساعدني كمان مورالمون، بتساعدني كل شيء. وكيف صعب؟ صعبه انه مثلا المقارنة بيني وبينها، هيدا شيء طبيعي جدا وما بيضايقني ابدا يعني، بس بشكل بتعرفي عائق صغير يعني هيك يعني بصير محتارة شو اللون اللي لازم مثلا أعطيه وهيك. بس كوني إنه أنا غير
عمر وغير جيل، بفتكر هيدا الشيء ما كتير صعب. يعني بتحبي تقولي انه صعب لانه الجمهور طلب من هويدا اكثر بكتير، او طلب منا على قدر ما بيطلب من والدتها؟ هيك وهيك. فاذا ننتقل للسؤال الثالث اللي بيوجهه الجمهور. السؤال الثالث لإلك من أديل عزار. انت مسافرة وبتحبي تاخدي هدية اغاني لبنانية غير اغاني صباح، شو بتحبي تاخدي اغاني لبنانية غير اغاني صباح؟ غير اغاني صباح بحب اخد اغاني حلوة ووطنية ومهضومة مثل اللبنانية. شو هي الأغنية هويدا اللي بتحبيها يلي مثل ما قلتي حلوة ومهضومة ولبنانية غير أغاني صباح؟ نطلب شوية تحديد. ايه اوكي. يعني مش رح نسمع أغنية، بدك يعني أحدد أغنية معينة؟ الأغاني اللي بتحبيها واللي ممكن تغنيها برا. في كتير، ما بعرف، مش عم بتذكر هلا. يعني في كتير أغاني حلوة كتير، وفنانين لفنانين كبار وفنانين كمان بعدهم صغار، وكتير عنا فن حلو، الموسيقى واللي بيغنوا والكلام الأغاني، مش عم بقدر حدد الحقيقة هلا. طيب شو هي الغنية اللي بتدندنا هويدا من وقت لوقت؟ اللي بدندنا مثلا يا دلع، يا دلع تبعت ماما كتير بحبها، ولوديع الصافي مثلا كتير بحب له أغاني لإله. عم دندن أغاني جديدة لإلي أنا هلأ بالاستعراض اللي عم بعمله، كنت مؤخرا بمصر، في أغنيتين أنا مغرومة فيهم يعني بحب كتير غنيهم كمان. على كل حال بفتكر بالنسبة إلنا عودي للعمل لنشاطاتك الفنية الأخيرة بمصر. ننتقل للسؤال التالي. أوكي. إذا بتريدي السؤال بيوجهه لإلك موسى دو، وهو السؤال الرابع. أوكي. نحن بنعرف إنه موسم عرسان، وبما إنك هلأ على التلفزيون بنحب نعرف شو الصفات بتفضليها بفتى أحلامك، وإذا هالصفات موجودة على أي نمرة بتحبي يتصلوا المرشحين؟ نمرة التليفون أكيد. والله يعني أنا ما بفتكر في بنت بتقدر تنقي الصفات بالرجال إلا إذا بدها تاخده بعقلها بس مش بقلبها. بس يعني أوقات واحد الانجذاب لحدا معين ما بيكون عارف ليش، أوقات أكتر من غيره، بس أكيد بحب إنه يكون مهضوم مثلك ويعني يكون أخلاقه حلوة بس. ننتقل للسؤال الخامس. السؤال الخامس بتوجهه لإلك لوماندا عزار. إذا تقدم لك 4 أو 5 واضعين مسرحيات بلبنان، مين بتختاري بيناتهم؟ بختار أنا كتير بحب زياد الرحباني، كتير طلع بالي أعمل معه شيء، بحس إنه من زيت الجيل أنا وياه، بحسه كتير أفكاره واقعية وأوريجينال بذات الوقت، وألحانه كمان كتير حلوة. وبعدين الحقيقة يعني ما بدي حدا يزعل مني، يعني الفنانين كتار وكلهم عملوا أعمال كتير ناجحة، وياريت بيصير عنا كتاب جديد كمان حتى يعملوا شيء حلو فينا أو بلينا. هويدا ما رح نبدأ معك من بداية انطلاقتك الفنية، أنا بحب أبدأ بآخر عمل عملتيه. عرفنا أنه كنت مشغولة كتير بعمل مسرحي استعراضي بمصر، وعرفنا أكثر أنه هالعمل لقى نجاح كتير كبير فعلا بالأوساط الشعبية. شو هو هالعمل؟ مع مين؟ شو موضوعه؟ ومين شارك هويدا فيه؟ هيدا العمل يعني أنا كنت محتارة شو بدي أعمل، وقلا لأمي يا ماما شو بدي أعمل، شي جديد وشي مختلف، مين تفتكري؟ ما بعرف شو، ضليت مدة هيك قلقانة يعني. وبعدين فجأة ما بتعرفي كيف ناس بتلفنوا في
عمل استعراضي أغاني ورقص، فرقة رقص وفرقة جروب شباب، فرقة موسيقية جديدة، وبيحبوا يعملوا معك شيء وهيك. ما بتعرفي كيف صارت هالاشياء. الأغاني مثلا اللي تلحنت طلعت كتير حلوة وضابطة على صوتي، وما احتجت اني عدل فيها او غيرها، هاي كل شيء زبط فيها. التياب اللي عملته للاستعراض زبطوا وكانوا كتير حلوين، الرقصات كتير حلوين، يعني نشكر الله. هيك وقت الشيء بتعرفي بيبقى حظه اني هيك بتزبط، لان جربت غني غير اغاني تجدد او البس غير فساتين، ما مشي الحال ابدا، معمول الا حتى كل شيء زبط هيك مثل ما منعمل بالاول. بس صار يعني كتير كتير حلو، نشكر الله. يعني ضل كومبلي شهرين، اشتغلنا شهرين. شو هي الفكرة الرئيسية؟ في فكرة رئيسية لهالاستعراض؟ حول شو بدو؟ تابلويات، لوحات استعراضية، ايه مش أكثر. ايه لوحات، يعني بتسلي، والألحان حلوة والشكل حلو، ونشكر الله أول مرة أنا كنت بعمل هيك شيء، وحسيت إنه الناس حبتني بهالشيء. كحضور فني مين شارك هويدا بالعمل؟ كان في فرقة خورشيد شو اللي هن اخوته لعمر خورشيد الله يرحمه، بس من بيو، بس هن كانوا الفرقة الموسيقية. وكان في كمان فرقة حسن عفيفي اللي هو مدرب على ايد رضا، محمد رضا اللي هو رائس عظيم شعبي، ومدرب عنده بأربع بنات وأربع شباب كتير منيح، وصار له المدة. يعني في حدا شارك هويدا بالغنى؟ بالمغنى كان في شاب معنا كتير طالع جديد، كتير عنده إلقاء كتير حلو، بغني كتير منيح وجديد، كان كتير منيح. هيدا آخر عمل مسرحي عملته هويدا. نرجع شوي لورا، شو هو أول عمل مسرحي اشتركت فيه هويدا بلبنان؟ بلبنان أول عمل مسرحي اشتركت فيه، يمكن بفتكر كان مع الوالدي مع الفنانة صباح بشهر العسل. ايه هيدا شهر العسل. ايه مزبوط، بشهر العسل اشتركت مع أمي، لأنه حبيت أول شيء أنه كنت مسافرة وحبيت الناس يشوفونا مع بعض، لأن نار الشو كتير كان حلو والناس كتير بتحب تشوفنا مع بعض، وهيك يعني. وقلت أغنية فيه حلوة إيه ما بشي. أنا بحب أشتغل مسرح بلبنان لأنه ساعتين مش طويل، ودايما هيك إن الناس على علاقة قريبة بالجمهور أكثر، بالجمهور وهيك شيء. شو هي الأغنية اللي بتختار لنا إياها هويدا من شهر العسل ويلي فينا نسميها انطلاقتها أو محطة من انطلاقتها مع الفن؟ بنومي شفتك يا حبيبي للأستاذ الياس الرحباني، وكانت أول أغنية بيعمل لي إياها. فينا نسمعها؟ يا ريت. تفضلي. تفضل. Thank you.
إذن الجمهور الموجود معنا واللي بيحب يشترك بمسابقة الأسئلة والأجوبة إنه ينتبه للتسلسل، تسلسل الأجوبة اللي عم بيشوفها معنا على الشاشة الصغيرة. ننتقل هويدا للصحفيين، منرحب سوا بالصحفيين الموجودين معنا. أهلا وسهلا من أولى لمدموزيل ماريجان أسمر. أهلا وسهلا مدموزيل أسمر. مدموزيل أسمر بتمثل معنا الليلة مجلة الريفو دو ليبان. منرحب كمان بالأستاذ أنطوان خوري بيمثل مجلة المسيرة. أهلا وسهلا مسيو خوري بضيوف السبت. ومنرحب بالسيدة ميراي غري بغاوي ممثلة الحسناء بضيوف السبت. أهلا وسهلا مدام غاوي. بفتكر منبدا اسئله الصحافي معي، تفضل. دوموزيل هويدا، لاحظت باغلب سؤالات الموجودين كانوا موجهين لشعورك تجاه امك، بقى هالشي صار يضايقك لان اغلب السؤالات دائما بتتوجه صوب صباح مش صوب هويدا؟ لا ما بيضايقني. ما صار عندك عقده الام؟ لا الحمد لله. ما بفتكر، ما بعرف، يمكن انا ما بفتكر. لا ما بيضايقوني عن جد. ممكن تشبهي حالك لصباح؟ يعني بتحسي انك رح تكوني خليفة صباح؟ لا ما بفتكر فنان عظيم بيتكرر، يعني حتى انا ما بحس حالي اني ممكن اكون مثله لصباح. حتى ولا انت وعم تغني ما في شيء بيشبه صباح؟ بلا شوي يمكن صوتي بس مختلف، بس في شيء منه، يعني في شيء. ميرسي. ميرسي يا ابو. انتهت اسئلتك مدام غري؟ لا في بعد. اذا بتحبي تسالي بعد اكيد تفضلي. بحب اسال، ايمتى حسيت هويدا انها فنانه؟ يعني حسيت امتين بحس وقت اللي بشوف حالي بشي عم بعمله منيح، يعني وقت اللي بحس انه دينتي موسيقيه مثلا،
أو الناس عم تتقبلني وقت اللي بكون على المسرح أو شيء، لأنه في أنا كتير متواضعة، بس هيدي الحقيقة يعني الواقع، أنه الفنان اللي ما إله حضور على المسرح مش معقول يكون، مش معقول يعطوا دور عظيم يعني أو كبير أو هيك شيء، يعني عدة عوامل من هالنوع. يعني كان في فترة زمنية معينة يعني؟ ايه أكيد، أول ما عرفت هالشي وقت المرستون، يعني بس مرستون حسيت فيهم. بفتكر هيدي اللي بيسموها واحد بيكون يعني فنان يمكن، أو بتعرفي اللي بيبقى ما بينشز أو مثلا بيجيب النوت مزبوط أو هيك شيء بفتكر. بس بعدني ما بفتكر حالي أني كممثلة، بعد ما لقيت حالي كممثلة، لأنه أنا كتير بحب التمثيل أكتر شيء، غير أنه الموسيقى كمان بحبها. بس هلأ بفتكر بهالجيل الاستعراض هو اللي أكتر شيء طاغي. طيب سؤال بعد، شون الفرصة لناطرتها هويدا؟ يعني هل هناك فرصة معينة بتحلم هويدا تحققها، وشو هي هالفرصة؟ طلع عبالي أعمل فيلم يكون أحسن من اللي عملته. مرسي. نشكر مدام غريي. ننتقل للأستاذ خوري. كمان مرة أهلا وسهلا فيك. هويدا فاتت على الشهرة من الباب العريض، هل هالشي هيدا أثر على حياتها الفنية من جهة؟ من جهة تانية، من خلال فترة مراهقتها بنعرف إنه عاشت شوي براحتها أكثر، واليوم مضطرة توفق بين حياتها الخاصة وحياتها الاجتماعية وبالفن، بقى كيف عم تقدر تتصرف؟ أنا؟ نعم. عم بتصرف، ما بيني شيء. يعني كل إنسان لازم يتصرف، ما بعرف. بس بالأول كنت على راحتي لأنه كنت أصغر، كل واحد ما يكبر بيصير بيختلفوا مسؤولياته أو نظرته للحياة، وكل شيء حواليه بيتغير، مش بس هو بيتغير. يعني هل الفترة يلي مرقت تعتبريها مرحلة بس وما بتركز كتير عليها؟ مرحلة وعبرت؟ أي مرحلة منهم؟ الواحد بيمرق بكذا مراحل بحياته. يعني ايه اكيد كانت مرحله ومرقت، يعني لانه اول شيء كان عمري شيء 16 17، مش معقول مثل ما وقت اللي بيكون عمري 25، مش معقول وقت اللي بده يصير عمري 45 رح اتركك انت هلا تتحذر قديش عمري. قلت لك عرفت، نطيت مراحل وانت انت تحذر. على كل حال بنظرنا بتضلي صبيه، مش مهم نعرف قد ايه العمر، المهم النفسيه. ميرسي، معك حق. فينا نعتبر انه هويدا من خلال اعمالها المسرحيه او التلفزيونيه او السينمائيه حققت شيء من الطموح يلي عم تسعى له هي؟ لا اكيد، ويعني كل فنان بفتكر بضل دائما حلمه بشيء، يعني بضل حتى الفنان الكبير بيكون صحيح مكتفي وخلص حس انه هو اثبت وجوده وعطائه كان كتير كبير وكل شيء، بس بضل يمكن يقول طلع يا ريت فيها الشغلة ما عملتها أو هيدي. فكيف نحن اللي نحن مش فنانين كبار بعد أكيد عنا طموحات كتير. إذا طلبنا منك تقيمي هالأعمال اللي اشتغلت فيها سابقا، كيف تعتبريها؟ في منهم أحسن من غيرهم أكيد، وفي منهم يعني هلأ بفتكر أنا بقدر أختار اللي بدي أعمله أكتر بوضوح أكتر، يعني وبكون عارفة شو بدي يعني. بس بالأول كنت عم بعمل أي شيء، إشياء بتلبق لي، إشياء ما بتلبق لي، إشياء مختلفة، إشياء ما رح بتحقق لي ذاتي كفناني أو كهويدا بنت صباح، حتى لأنه الناس بدها تفكر كمان بهالشيء. أي لو هويدا اعتزلت الفن شو بتنقي شغلي بالحياة؟ يعني ما بعرف الحقيقة شو بنقي. بحب أعمل يعني كشغلة مش هواية، شغلة يعني ما عندي. بفتكر بحب كون مثلا بعمل مكياج استيتيسيان. فكرت شي بالأزياء؟ ايه كتير، بس بدها دراسة سنتين مثلا أو ثلاث تخصص. طيب نحن نتشكري كمان بدورنا. مرسي.
ميرسي. نحن بنشكرك استاذ خوري، بنرحب كمان مره من جديد بالمدموزيل ماريجان اسمر. بونسوار. اهلا وسهلا. كيفك هويدا؟ كيفك انت؟ ماشي الحال. كتبت الجرايد قصص كتير عن اول بدايه حياتك، كيف بتفسريها؟ وكيف تفسري هالمراحل اللي عشتيها؟ يعني بفسرها اول شيء انه لانه الواحد مشهور، كل انسان مشهور متعرض انه حياته الشخصيه تكون ملك العالم كله، وهيدا الشيء ضايقني كتير، يعني كتير ضايقني، بس الحمد لله رحموني. وشو كمان سألتيني؟ بس هيدا قولت. طيب إذا هويدا قررت تحترف الفن، بس هويدا صحيح غنيت، صحيح رقصت، صحيح مثلت، بس لا غنيت كتير ولا رقصت كتير ولا مثلت كتير، شو ناوية تحترف؟ الحقيقة أنا جربتهم كلهم، بس اللي رح بيريحني أكتر شيء، لأنه أنا بحب وقت اللي أعمل شيء ما يكون مشان مثلا الشهرة أو يكون مشان المصاري، يمكن بعض أحيان أكيد، بس بفضل أنه يكون للفن نفسه، بحب أنه لاقي حالي بهالعمل، وهيدا اللي أنا عم دور عليه دايما، يعني لأنه أنا الماديات ما كتير بتفرق عندي، بس هالأيام مجبورين. بين مصر ولبنان بتعيش هويدا، وين قررت تعيش أخيرا؟ والله بعد ما قررت، ما عم بقدر أعيش بلا لبنان، وبحب أعيش بلبنان أكثر من مصر، بس وقت اللي الحياة بتنشل بسبب القذائف وسبب ما بعرف شو، طب الإنسان كيف بده يعيش؟ طيب شو حققت هويدا من أحلام بحياتها؟ شو حققت؟ بالنسبة إلي هلأ الاستعراض هيدا، يعني سؤال فني هيدا؟ إذا بدك. الاستعراض اللي عملته آخر شيء قبل ما إجي لهون بمصر، بفتكر هيدا رجع لي، يعني حسيت حالي إنه عملت شيء، يعني خلص ونجحت بشيء، هيدا الشيء بيخلي الواحد عنده ثقة بنفسه وبيكون مبسوط. طيب وشو حققت من أحلامها بحياتها الشخصية؟ ما بعرف، يعني لأنه بعد في كتير إشياء طلع بالي أعملها، كيف بدي يكون أنا حققت شيء ما زال أنا في بعد كتير إشياء بدي إياها. الله إن شاء الله تحقق أحلامي كلها. وأنت كمان ميرسي. نشكر الصحافة الفنية اللي شاركتنا بضيوف السبت. هويدا، طالما انه العمل يلي عملتيه بمصر، العمل المسرحي الاخير، كان نقطة مهمة بحياة هويدا الفنية وعمل حبته كتير، شو هي الاغنية اللي بتختارها لنا وللجمهور هويدا من هالعمل وبتحب تسمعنا اياها؟ بختار اغنية اسمها للي ويا للي، هي مصري بس بفتكر انه لانه لحن المهضوم وهيك، بفتكر اللبنانيه بفتكر بيحبوها. الكلمات والالحان لمين؟ لحن فاروق سلامه وكلمات انسان الطائر. نسمع للي ويا للي. تكرم عيني. تكرم. Thank you.
نمضي كمان مرة لبرنامجنا لضيوف السبت. هويدا، بفتكر بعد عندك سؤال واحد تطرحيه على الجمهور. السؤال، شو أول فيلم أنا عملته؟ ننتقل فإذن لأجوبة المشاهدين. الجواب الأول بقدمه روجي بوعيسى. الفيلم هو نار وشوق مع حسين فهمي. الفيلم هو نار وشوق مع حسين فهمي، صح؟ معقولة؟ معقولة. فنسمع الأجوبة الثانية. الجواب الثاني من سولانج أرتين. حسناء أعمالك مع حكمة وهبي. من حسين فهمي لحكمة وهبي. منتابع بعد؟ بلكي بيطلع كمان. ايه أكيد. السؤال، الجواب الثالث على سؤالك الثالث هو من ريشار عون. الفيلم هو رحلة النسيان مع محمود ياسين، ونعرض لأول مرة بسينما كابيتول قبل الحرب. محمود ياسين سينما كابيتول بأول الحرب. ما بعرف يعني. ما بقدر أقول لك الجواب هلا. الجواب الرابع، الجواب الرابع من سيزا حكيميا. أول فيلم أنا بعتقد إنه الفيلم اللي عملتيه مع دوريد لحان هو زوجتي من الهيبيز. زوجتي من الهيبيز، صح؟ بعد في جواب. أوكي. الجواب الأخير بقدمه ريشار فليحان. بنت البلد وهو أول فيلم عربي عملتيه مع فاتن حمامة، وكنت صغيرة لعبتي دور أختها، والفيلم من إخراج حسن الإمام. خمس أجوبة على سؤالك. أنا كنت صغيرة بس أي فيلم فيون ما فيني جاوب. ما رح تقدر يعني، مصرة إنه ما تسهلها على الجمهور. لازم يربحوا. على كل حال بترك الأمر لتقديرهم هني، ما ينسوا الورق الموجودة بين إيديهم، رقم السؤال ورقم الجواب. بهيك بتنتهي أسئلة هويدا، لكن بيبقى في أسئلة الجمهور، ما بنقدر نحرم الجمهور الموجود معنا بالصالة. لا أنا كمان كتير بحب إنه يسألوني. ننتقل لأسئلة الجمهور مع الزميل جورج معصري. ومثل كل حلقة من حلقات ضيوف السبت، معنا خمس مشاهدين من الصالة بحبوا يسألوا الضيفة. معنا أول سؤال من مدام هوري بيدروسيان، تفضلي مدام. ست هويدا، نحن بنعرف إنه أمك ست صباح كل غنية تلبس فستان، هل ترى أنت كمان ماشي على نفس الطريق؟ لا يعني أنا أول شيء مسرحيات الماما بيكونوا أطول وبتضطر إنه هي تلبس أكتر، هيدا غير إنه هي بتحب اللبس كتير يعني. وبعدين الله يخلي لها الخياط ويليام خوري، يعني أشهر خياط بفتكر بلبنان، بيعمل لها كل فساتين، فساتين كتير كتير حلوة. بس أنا ما يعني بجيب مثلا أشياء من أوروبا، مثلا أشياء حلوة كمان من لبنان، بفضل يعني الجاهز. وتاني سؤال من يوسف فرح، تفضل باسمه. ست هويدا، شو رأيك بالفن بالعالم العربي؟ أنت اشتغلتي بلبنان وبمصر. والله كل بلد عندهم فنانينهم وعندهم فنهم وعندهم الفولكلور تبعهم وكل شيء، بس أكتر شيء هلأ مأثر على كل أغلبية الفن وين ما كان هو اللي عم بيصير بأوروبا، عم بيحاولوا يعملوا بكل البلاد العربية كمان. بس بضل طبعا هالشي يعني ما فينا ننكر كمان انه الفولكلور والموسيقى العربية تبعيتنا والأعمال العظيمة اللي صارت موجودة طبعا، وكانت كتير كتير حلوة وناجحة. أنا بالنسبة للفن بلبنان شايفة انه في تقدم مستمر، وبشوف انه في أعمال كتير يعني ناجحة كتير، بس يمكن بالأفلام شوي بدأ تتطور للأحسن. وتالت سؤال من أنيسا مارلين سفير، تفضلي دموزة. ستة هويدا، شو أطمن هدية هديتك يا أمك بحياتي؟ هيدي صعبة، لأنه هديتني أجمل إشياء عندي إياها من الماما، يعني أجمل هدايا بحياتي كانت من الماما. ورابع سؤال من الأستاذ سامر أبطي، تفضل. ست هويدا، بتعتقدي حالك ممثلة أكتر أو مغنية أكتر؟
الحقيقة ما بعرف، بس اللي أنا بحبه أكتر، أنا بحب الفن عموما كله، يعني العزف والمغنى التمثيل كل شيء، التصوير كل شيء فن بحبه. بس يعني أنا اللي أقرب لإلي بحب التمثيل الاستعراضي. وخامس سؤال والسؤال الأخير من مدام روزيك مات، تفضلي. هويدا، ليش لما انفصلوا أمك وبيك عشتي مع أمك مش مع بيك؟ لأنه أمي ما خلتهم ياخدوني. وهيك انتهينا من كل الأسئلة من السالة، ونرجع للزميلي كلود. هويدا، يعني فينا نقول لو تركوا لك الخيار كنت اخترتي تعيشي مع بيك مش مع أمك؟ كنت كتير صغيرة، بس بفتكر لا، بتعرفي الطفل حتى لو ولد أو بنت دايما بيكونوا معلقين بأمهم، وقت اللي بينجوا بيصيروا يمكن يفضلوا إنه يعيشوا الأب أكتر أو الأم أكتر، حسب هني لمين ارتاحوا أكتر، بحبوهم اتنينتهم، بس العشرة إنه الواحد يعيش مع هالإنسان هيدا وضع تاني. حكينا ببداية لقائنا عن أول عمل مسرحي عملته هويدا، ويلي كان شهر العسل، ومثل ما قلتي لنا كان دورك كتير صغير ومهضوم بالمسرحية مع الوالدة صباح. ما كان بشع يعني. ما كان بشع. شو هو العمل التاني؟ بفتكر كان إلك أعمال مسرحية تانية بلبنان. كان في تعتز فيه هويدا. إيه، في مسرحية كومبارسيتا كمان كتير حبيتها وغنيت فيها أغاني حلوة. وكان معي الأستاذ القدير الأستاذ فيليب عقيقي. والتأليف طبعا كان للأستاذ أنطوان غندور. فينا نسمع شي أغنية من كومبارسيتا؟ أكيد، ما رح أقلك لا. شو بتختار هويدا؟ بختار أغنية الإذاعات، مهضومة. مهضومة، وبفتكر إنه العالم حبتها وكان لها رصيد شعبي. مظبوط، مرسي. برنامجنا هويدا مثل ما ملاحظة شرف على نهايته. قبل ما نختار اسم الرابح اللي ربح بأجوبة الأسئلة اللي طرحتيها، بحب ذكر الجمهور بالأجوبة الصحيحة. هويدا سألت ثلاث أسئلة. السؤال الأول كان شو آخر مسرحية عملتها بلبنان؟ آخر مسرحية عملتها بلبنان كانت لكومبارسيتا بالاشتراك مع الفنان القدير مثل ما قالت فيليب عقيقي، وكانت من تأليف وإخراج أنطوان غندور. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني شو هني الغنيتين اللي غنتهم صباح خصيصا لهويدا؟ الغنيتين هني حبيبة أمها ويا هويدا هويدا لك. والسؤال الثالث ويلي هو شو هو أول فيلم مثلته هويدا؟ أول فيلم كان نار الشوق
مع وشاركة بالبطولة حسين فهمي. لكن بحب نوه شوي بالنسبة للجواب الأخير، في جواب ورد على الشاشة وهو الجواب الأول، لكن المجيب أخطأ بالإجابة وقال نار وشوق. لهالسبب نحن رح نعتبر الجواب صحيح ورح نقول انه الفيلم اللي مثلته هويدا واللي بجاوب على سؤال الثالث هو نار الشوق مع حسين فهمي. هلا رح نختار سوا نحن وانت اسم الفايز اللي ربح معنا بالاشتراك. طبعا عندنا مجموعه كبيره من الاجوبه، يبدو انه اسئله هويدا كانت هينه نوعا ما. مارلين سفاير. مارلين سفاير، براهو. تفضلي ست هويدا، انت لازم تفضلي. مبروك مبروك مبروك، من بارك مبروك للمدموزيل اللي ربحت. نرجع شوي هويدا لاخر عمل فني عملتيه بمصر، بحب اتوقف شوي عند الالحان لانه مثل ما فهمت منك كان مجموعه لوحات فنيه وكانت الالحان محببه لقلوب الجمهور. هالالحان مين عملها وكم اغنيه غنت هويدا بالاستعراض الاخير؟ هو الاستعراض كان تقريبا ساعه الا ربع، ثلاث اغاني، ثلاثه الحان فاروق سلامه وتأليف إنسان الطائر، واثنين منهم لإنسان الطائر ومؤلفين مصريين يعني مش معروفين هون. سمعنا أغنية من العمل الأخير يلي كانت للي للي. أغنيتين رح نسمع، بفتكر سمعنا أغنية بنيتك، تسمعينا أغنية تانية؟ ايه هيك قال لي الاستاذ سيمو، هو قال لي بدك تغنيهم اثنيناتهم، مشان هيك عم اقول لك اثنين. اثنيناتهم. شو هي الاغنية الأخيرة اللي مخترتي لنا إياها؟ اسمها يا واد احنا هنا. يا واد احنا هنا، كمان الألحان لفاروق سلامي. ايوه الألحان، فينا نقول إنه هيدي بنختم فيها برنامجنا، هيدي هدية هويدا الثانية للجمهور الموجود معنا بالصالة وللجمهور اللي عم بيشاركنا عبر الشاشة الصغيرة. اوكي. أنا بترككم مع هويدا مع غنيتها الأخيرة ويلي فيها بنختم برنامج ضيوف السبت لليلي، يا واد إحنا هنا، وتصبحوا على ألف خير. Yeah.